بقى ركز معايا. اول خطوات الديزاين وانا هعمل ديكود ازاي. هو الديكود ده انا بفهمه انا، بس هو عشان انا فاهم ازاي يحصل ديكود الماشين تقدر تعمل ديكود بفهمنا، ولا لازم يكون في هاردوير؟ الهارد ده هتعمل ازاي؟ افهم منين بقى الديكود ده؟ في حاجه اسمها كونسيبت وفي حاجه اسمها بمثال. المثال اللي انا هشرحه دلوقتي في غالب ظني هيستصعب على البعض لعدم وجود الكونسيبت، لكن هحاول وانتوا برضه تحاولوا ايه؟ طيب خد بالك بقى من الحته دي. خلاص اصبح عندي انستراكشر او كرنت انستراكشر موجود في الحته حبايبي. ردوا عليا حبايبي. في الانستراكشر كل اللي حلتي في الانستراكشر ريجستر 16 بت. عايز اجاوب في ال 16 بت على ثلاث اسئله. انت دلوقتي هتتعامل مع الميموري ولا لا؟ هتتعامل مع الميموري ولا مع الانبوت اوتبوت ديفايس؟ خد بالك؟ ولا العجران اللي انت عايز تعمله ليس له ارتباط نهائي لا بميموري ولا انبوت ديفايس، يعني لمجرد هي علاقه ريجستر بريجستر. يعني البروجرام فاضل ما بين المحتوى في الادرس ريجستر له علاقه بالميموري؟ خد على حبايبي. لا احسنت. له علاقه بالميموري يا رجاله؟ انا عايزكم تساعدوني. له علاقه بالميموري؟ لا. طيب له علاقه بالانبوت ديفايس او الاوت ديفايس؟ لا. بس له علاقه بمين؟ بالريجستر. يبقى انت دلوقتي في الانستراكشن ريجستر ده لازم تجاوبني مين المنوط بيه ان يبقى ستاند باي عشان اتعامل معاه. هل انت هتتعامل مع ميموري ولا مع ريجسترز ولا مع انبوت اوتبوت ديفايس؟ كان اختيار ثلاثة. فهنا في عندي ثلاثة انستراكشر فورمات. تبقى معايا نتكلم في الديزاين عشان نتكلم في الديزاين. طب انا عندي كم احتمالية يا شباب؟ ثلاثة. في عندي ميموري ريفرنس انستراكشن. يعني ايه كلمة ميموري ريفرنس؟ يعني ميموري ريفرنس معناها ان احد طرفي الاجراء هيكون ميموري، والطرف الاخر قد يكون ريجستر، والطرف الاخر قد يكون ايه؟ انبوت ديفايس او ديفايس. مع اشكاليه هنشوفها لاحقا وهنعمل ديزاين. يبقى اول فورمات في الانستراكشر بتكلم على 16 بت دول، يحتمل ان الفورمات بتاع الانستراكشن يشير لان الميموري طرف في الاجراء فبنسميه ميموري ريفرنس انستراكشن. سميه يا جماعه ميموري ريفرنس انستراكشن. زي ايه؟ زي عمليه الاند اللي انا بعملها دلوقتي. عمليه الاند احنا قلنا ان هي علاقه. يا دكتور ده انت الميموري فين؟ ده انت بتقول ان الداتا ريجستر اند مع مين؟ والاكاونتر فين؟ طب هي الداتا اللي في الداتا ريجستر جايه من مين؟ جايه من الميموري. لان مفيش وسيله ان انا ادخل في الداتا ريجستر حاجه. لا ده انا هاخد من الميموري. هاخد منين؟ من الميموري. يبقى اول حاجه ان الداتا موجوده في الميموري عايز اروح اوديها الاول فين؟ في الداتا ريجستر. اصبح الاند ميموري ريفرنس. اصبح الاند ايه يا جماعه؟ ميموري ريفرنس. زي الاد ميموري ريفرنس. زي اللود ميموري ريفرنس. لان في اللود زي الستور ميموري ريفرنس. لان في اللود انا باخد اوفر هاند منين؟ من الميموري. بحطها في ايه؟ في الاكيوميليتور. الستور باخد الداتا اللي في الاكيوميليتور احطها في حته في الميموري. ففي النهايه في الميموري طرف ولا مش طرف؟ سرد على حبايبي طرف. دي بنسميها ايه يا جماعه؟ ميموري ريفرنس انستراكشن. اتفضل. احنا قلنا ان الاند والاوفر لازم تبقى من الريفرنس. قلنا تبقى ريجستر فيلد داتا ريجستر. الداتا بتاعته مفيش وسيله انا كيوزر اللي انا اعمل فيلنج للداتا ريجستر. مفيش امكانيه ان انا احط داتا في الداتا ريجستر من انا مباشره.
الداتا ريجستر بيستقبل الداتا من مين؟ من النول. استقبل الداتا منين؟ اختياره او الداتا بتاعتي في الاساس مش موجوده في الداتا ريجستر، انا بحملها من الميموري بس بحطها فين؟ في الداتا ريجستر عشان تكون بعد كده الداتا ريجستر هو الوكيل بتاعي في التعامل. كذا الحال الاكيوميليتور الناتج بتاعه محطوط في الاكيوميليتور، طب انا عايز احطه في الميموري يبقى لازم انقل الاكيوميليتور احطه في الايه؟ في الداتا ريجستر، بعد كده الداتا ريجستر تحطه فين؟ في الميموري. فهنا بقول ليه دوما ان الان ميموري. هنقول دلوقتي بقى كل الكلام ده، انا بس بحاول اقرب الفورمات، لكن في كل الحديث تفصيلات هنتكلم عنها بمنتهى الامان، لكن انا دلوقتي بحاول امشي على نهج الكونسبت مع المثال. يبقى انا عندي كام حاجه، اول سؤال هو ايه يا جماعه؟ ان نعرف اطراف العمليه. فانا عندي اول حاجه ميموري ريفرنس انستراكشن. تاني حاجة، ماذا لو كانت علاقة نقل داتا من ريجستر لريجستر؟ زي انقل مثلا الداتا ريجستر انقل محتواها في التمبرال ريجستر، دي ريجستر ريفرنس. او بمعنى اضح اديك مثال اوضح، كومبلمنت لمحتوى الاكوموليتور. اديك مثال اوضح، كومبلمنت لمحتوى الاكوموليتور له علاقة بالميموري ريفرنس، الميموري او الانبوت اوت ديفايسز كلير للاكيوميليتور له علاقه بالميموري، دي اسمه ايه يا جماعه؟ ريجستر ريفرنس انستراكشن. سميه يا جماعه ريجستر ريفرنس انستراكشن. معايا يا رجاله ولا مش معايا؟ انا عايزكم ترد عليا بصفه عاليه. معايا يا رجاله ولا مش معايا؟ يبقى انا عندي ميموري ريفرنس وعندي ريجستر ريفرنس. ايه ثالث؟ وارد جدا ان انا لا اخد الداتا من الميموري زي ما الزميل بيقول، ولا من ده، انا عايز افتح اتصال مع الانبوت ديفايسز عشان استقبل داتا، او مع الاوتبوت ديفايسز عشان اطلع عليه ايه؟ داتا له علاقه بالميموري مرتبطه بمين؟ بالانبوت اوتبوت ديفايسز. يبقى انا عندي انبوت اوتبوت ريفرنس انستراكشن. انا عندي كام انستراكشن يا جماعه فورمات؟ رد عليها يا حبايبي. ثلاثة. ها نقولهم مع بعض عشان نفوق. ميموري ريفرنس انستراكشن. ها؟ ريجستر ريفرنس انستراكشن. ها؟ انبوت اوتبوت ريفرنس انستراكشن. يبقى أول حاجة في الكلام ده أنا كهاردوير هفهم إزاي. طيب. في الميموري ريفرنس. وده المفروض بيه النهارده دلوقتي عشان ما نتكلمش في الأهل. وارد يكون الادرس دايركت، وارد ان يكون الادرس ايه؟ يبقى كمان في سؤال تاني، ماذا لو انا كنت ميموري ريفرنس انستراكشن؟ يبقى لازم اجاوب على السؤال ده، انا ميموري ريفرنس انستراكشن، طيب يا ترى انت دايركت ولا اندايركت ادرسنج؟ يبقى لازم تجاوب على ايه؟ على السؤال. هنعرف ازاي الكلام ده في الديكود؟ كل دي اسئله المفروض ان انا اجاوب على ايه؟ عليها. يبقى انا بعمل ايه يا جماعه؟ ديكود. يبقى انا بعمل ايه يا جماعه؟ ديكود. السؤال الثاني بعد ما جاوبنا على السؤال ده، ما نسالناش بس ده السؤال اللي المفروض نجاوب عليه. السؤال الثاني، ما هو الامر لو كنت انت ميموري ريفرنس؟ في عندي لست اوامر، انه واحد فيهم؟ يبقى انا لازم يكون عندي كل امر منهم كود، والكود ده لازم اكون عارف بيتعامل ازاي. او لو كنت ريجستر ريفرنس في عندي لسه اوامر، انا واحد انبوت اوت ديفايس ريفرنس، عندي لسه اوامر انا واحد. يبقى السؤال الثاني، الامر بتاعك هو مين؟ تمام. السؤال الثالث او الرابع، لو كنت ميموري ريفرنس فين العنوان بتاع الاوبراند اللي انا هجيبه لك عشان اجري عليه العمليه؟ كل الاجابات دي اهي، وقت لما هجاوب على الاربع اسئله دول يبقى انا عملت ديكود. يبقى انا عملت ايه يا جماعه؟ ديكود. يبقى هنبدا في كلمه الديكود. الديكود ده هيبدا عند زمن اسمه في 2، لان انا هنا خدت مين يا جماعه؟ ها؟ تي 1 تايمنج اسمه ايه؟ تي 0 وتايمنج اسمه ايه؟ تي 1. الاثنين دول الزمانين دول عملوا لي ايه؟ يبقى الديكود بيبدا من كام؟ 2.
السؤال الاولاني، تعرف الكلام ده منين؟ تعال نبص كده هنلاقي ان ال 16 بت دي متقسمه ل 3 فيلد. اول فيلد بيسميه هنا في الفيزيكال ميموري بيسميها الاي بت. ثاني فيلد بيسميه الكود. طبعا الكلام ده مش جديد عليك، كلمه الكود الاوبريشن كود مش جديده ايه عليك، بس خدناها في الايه؟ في امر موف في الشابتر بتاعنا. هنا بقى على حسب بقى اما جاوب الاول على السؤال بتاعي الاولاني، هل انا ريجستر ريفرنس ولا انا ميموري ريفرنس ولا انا انبوت اوت ديفايس ريفرنس؟ اللي هيتفاجئ بيه ان الاوبكود متخصص له 3 بت بس، دي المفاجاه بتاعتك. 3 بت انت كده يا دكتور يبقى عندي كام امر كل اعضاء الاوامر؟ الاجابه خاطئه. هو اجابته صحيحه، هو بيقول لي عندي 3 بت، اجابتك صحيحه بس خطأ من العمق اللي عندي، لكن من اللي ظهر لك دلوقتي في الحدود اللي انت تعرفه عندي كام بت للاوبريشن كود؟ 3 بت. عندي كام بت؟ ما تردوا على حاجه. عندي كام بت كاملات؟ عندي كام بت كاملات؟ 3 بت. يبقى انا عندي كام احتمال؟ 2 اس كام؟ 3. 2 اس 3 يعملوا لي كام؟ 8. يبقى كل الليله بتاعت اللي انت بتعملها لنا دي يا دكتور على 8 اوامر؟ لا. ازاي بقى؟ تعال نبص بالراحه. قال لو انا ميموري ريفرنس instruction عندي الاي بت دي بالنسبه لي دي، لو انا كنت بالفرض هعرفك دلوقتي، لو انا بالفرض كنت ميموري ريفرنس instruction يبقى الاي بت بالنسبه لي ممكن تعرفني اذا كنت دايركت او اندايركت. يعني ميبي ان الاي بت بتكون بزيرو، ميبي ان الاي بت بتكون بكام؟ بزيرو. ده معناته على طول ان الادرس اللي هيكون موجود في الانستراكشن ريجستر في الجزء بتاع الادرس هيكون دايركت ادرسنج. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الادرس ده اهو هاخده احطه في الادرس ريجستر عشان اجيب منه الاوبرند على طول. تعيين الشريعه يا جماعه؟ او احتمال، يعني نضرب مثال، لو بنفرض ان الاي بت بيساوي زيرو، مثال برسم هذا الميموري بتاعتي. طبعا هنا هنستكمل على افتراض ان انا بتكلم على ميموري ريفرنس انستراكشن، على افتراض ان انا بتكلم على ميموري ريفرنس، جاي كلام ميموري ريفرنس انستراكشن، يبقى عندي اي بت لها معنى وعندي الاوبكود هيبقى له معنى. الجزء ده من البيت نمبر 0 للبيت نمبر 11 كم بت في دومات يا شباب؟ طب ليه 12؟ عشان انا بتعامل مع عموري. حجمها كام؟ 4. يلا ربنا رد، حجمها كام؟ 4 كيلو. ليه دي نص كام؟ يبقى هنا لازم عشان اتكلم على ميموري ادريسنج يبقى عندي كام بت؟ يبقى من بي كام؟ دي كام؟ 11. دي بالنسبة لي هيبقى الميموري ادريسنج أو الميموري ادريس. هنا بتكلم على مين يا جماعة؟ أنا عايزكم تبطوا يا جماعة، أنا قلت لك في عندي حاجتين، في عندي أستاذ ومادة علمية ومين؟ طالب. ده لازم يبقى إيه؟ بغروب بقى. عندي كده كام؟ عندي هنا إيه؟ ميموري إيه؟ أنا لسه قايل ميموري ريفرنس الانستراكشن. يبقى انا عندي الفيلد بتاع او الانستراكشن ريجستر عشان اعمل ديكود لازم يكون ثلاث اجزاء او كيم في ذهني وعالقين في الهاردوير بعد كده على الديزاين بتاعه. اول جزء هيبقى الاي عشان يقول لي الادرسنج ده هيبقى ها ولا ثاني حاجه الكود عشان يعرفني الامر اللي انا هعمله. طيب الاوبرند بتاع الامر ده فين حته؟ الجزء ده. تعالى نضرب مثال، ماذا لو كانت الاي بت بكام؟ بزيرو. وهنضرب مثال رقم بما ان اسمه اند الاوبريشن كود بتاع الاند زيرو. ده الاوب كود بتاع الاند
وهنا دلوقتي ده الاي بت اللي احنا سميناها اللي هنعرف منها سكوت دايركت ولا اندايركت. يبقى انا كده هيكس ديسيمالي الرقم ده بكام يا جماعه؟ بزيرو. فاضل لي كام بت يا جماعه؟ 12 بت. فاضل لي كام بت؟ 12 بت. وليكن 4 3 2 اتش. تخيل ده الكود بتاعي او الاستراكشر في وضعيه الكود. يعني المفروض ده هيبقى كده والمحتوى بتاعي كده زيرو. ها زيرو عندي هنا هيبقى عندي ده عباره عن 4 يبقى زيرو 1 زيرو زيرو. ها زيرو زيرو 1 1. ها زيرو زيرو 1 زيرو. دي الاستراكشر ريجستر بتاعنا. اول حاجه لو لقى لوب كود اعرف منين بقى يا دكتور على السؤال الاولاني علشان اعرف امثل الاي اذا كان اندايركت ولا دايركت ولا هنعمل ايه هنشوف. لو كان اللوب كود بتاعي احنا عندنا اللوب كود ببدا من 0 0 لغايه 1 1 1 مش انت عندي 3 بت؟ عندي 3 بت؟ اه. قال لي بص انت هتبقى لغايه هنا اهو ممري ريفيز. يعني بمعنى ادق عندك سبع اوامر بس هيبقوا متصلين في الديزاين ده بالممري بس. زي طبعا انا هتكلم بالكلام ده بالتفصيل بقى بعدين. زي الاند زي الاد زي اللود زي الستور زي ما هنشوف بعد كده اللي هيحصل ايه وايه وايه وايه. سبع اوامر بس هيبقوا مين يا جماعه؟ ميموري ريفرنس. يبقى اذا لو المايكرو بروسيسور بتاعك او المايكرو كمبيوتر بتاعك لقى الكود بتاعي من زيرو لست، واحد هيقول لي هاردوير بقى ازاي يا ريس؟ ما انا كده لو انا كحمدي انا كمحمد انا كميلاد انا كشمس هبص على الانستراكشن فورمات هلاقي 0 0 0 معناها ان ده رقم 0 او 0 1 1 معناها 6 0 1 0 1 0 0 1 معناها 4 هقدر افهم مش كده برضه؟ هعرف ان انا واقع ما بين الصفر والكام والست كهاردوير. وبيقول لك انا هاخد الديكود بقى اهو هاخد المحتوى ده اهو ندخله على الكورة 3 في 8. ندخله على الكورة كام؟ 3 في 8. ندخله على الكورة كام يا جماعة؟ 3 في 8. ادي الدي نوت وادي الدي 1. ده الأول بتاع مين يا جماعة؟ الدكتور اللي جيت هنا كام يا جماعة؟ دي 7. المايكرو بروسيسور هيعرف منين يا غالي؟ أو المايكرو كمبيوتر هيعرف منين يا غالي؟ ان انا واقع من 0 ل 7 او من 0 ل 6 او انا في 7 هيعرف من الاوت بتاع الديكودر بتاعك ده. يعني لو تلاحظ ان انت طول ما عندي دي 7 دي بيساوي 0 انا هبقى عارف كمايكرو كمبيوتر ان انا ميموري ريفرنس. ليه هتبقى ب 0؟ لان الحاله الوحيده اللي فيها الاوت رقم 7 هيبقى اكتف هاي هي هيبقى الكود اللي داخل 1 1 1. وصل ولا لا يا شباب؟ بينما لو انا داخل لي هنا 0 0 0 الدي نوت هي اللي هتبقى اكتف ها؟ اوعى تكون نسيت الكود. لو انا داخل لي 0 0 1 هيبقى الدي 1 هي اللي اكتف ها؟ لو انا داخل لي 1 0 1 اللي هي 5 يبقى الدي 5 هي اللي ها؟ لو انا وصل لي 1 1 0 يبقى قد ايه وقد ايه؟ الدي 6 هي اللي هاي. امتى يبقى الدي 7 هاي؟ حل واحده بس ايه هي؟ اما يبقى الانبوتس بتاعي بيكون كام؟ 1 1 1. يبقى المايكرو كمبيوتر بتاعي او في الديزاين بتاعي طبعا مش بشرح الديزاين دلوقتي بس انا بحاول اوصف الكونسيبت اللي انا عايز اقوله بالهاردوير. إذا كان عندي هنا الإمو بتاعي 0 0 0 هيفهم طبعا هو أول تشيك هيجاوب هيبص على دي دي 7 بيساوي كام؟ 0 هيفهم على طول دي 7 لأن بيساوي 0 اللي أنا فيه في ميموري ريفرنس.
طيب انا عندي كم امر في الميموري ريفرنس؟ سبع اوامر. عندي كم امر في الميموري ريفرنس؟ سبع اوامر. لو الدي نوت هي الاكتف يبقى الاند، لو الدي 1 هو الاكتف يبقى الاند، لو الدي 2 هي الاكتف يبقى اللود، وهكذا بعد ذلك لحاقا لحاقا. انا عندي كم امر؟ بسبع اوامر. عندي الدي نوت، الدي 1، الدي 2، الدي 3، الدي 4، الدي 5، الدي 6. كم ام؟ هيعرف انا واحد فيهم لوكو. طب لوكو انا فاهمه، لكن الهاردوير من اطراف الاوبنز بتاعت مين؟ لو دي نوت هي الاكتف معناه ان الاوبريشن كود اللي موجود 000 اللي هو بتاع امر اسمه اند. لو الاوبريشن كود بتاعي 100 اللي هو بتاع الامر اد، طبعا هنشوف لاحقا معايا حبايبي تابعين ولا لا، هيبقى لازم يكون عندي الدي 1 هي اللي اكتف بينما الباقيين كله هو اللي ايه؟ ديس اكتف. وصل يا رجاله ولا نيت تاني؟ وصل يا رجاله ولا نيت تاني؟ عظيم. يبقى هنا دي مفهوم كلمه الديكود كده، دي مفهوم كلمه ايه يا جماعه؟ الديكود. طيب حضرتك يا دكتور انا فهمت دلوقتي، انا هعرف منين ان انا ميموري ريفرنس ولا هدي حاجتين تانيين اللي هو ريجستر ريفرنس ولا هنبدا نقف بس دلوقتي عند لما نخلص ميموري ريفرنس وبعد كده اقول الفرق الباقي. طيب هنا يا دكتور انت قلت لي خلاص طالما ان دي سبعه بكام يا جماعه؟ بزيرو. يبقى معنى كده حضرتك يا دكتور ان انا واقع في الميموري ريفرنس، يبقى يتبقى السؤال الثاني، هل انا دايركت ادريسنج ولا اندايركت ادريسنج؟ بناء على مين بقى؟ الاي اللي لفت عليك بالخير كله، الله عليك بالخير. معايا؟ هيبقى الاي بكام يا جماعه؟ بكام زي ما تقول؟ يبقى هنا اول حاجه هيقوم باصص على مين؟ بس هو مش بيتشيك عليها كده، بيبقى عندي هنا فري فلو هيسميها الاي فري فلو. فاكرين الدي فري فلو؟ لها كام انبوت؟ والام طبعا مع الكلوك، الكلوك ده مش انبوت احنا بنعمل كده معايا؟ ها الفليب فلوب دي فليب فلوب كام انبوت؟ بس كل اللي يحصل ان هياخد البيت رقم 15، البيت رقم كام حبايبي؟ 15 يحطها في الفليب فلوب اللي هي كام اسمها ايه؟ القيمه هتعمل لها ست او ريست، لو بزيرو هتعمل ست، هتعمل ريست للاي فلاج او للاي فليب فلوب معايا؟ لو بوان هتعمل ست الفلي فلوب، صح الكلام ولا غلطان؟ وعليه من وضعيه الفلي فلوب هيبدا يعرف اذا كنت انا دايركت ادريسنج ولا دايركت ادريسنج. طيب ماذا لو كانت الاي بيساوي صفر؟ تعالى بقى نشوف المثال التصويري ده. هنا في محتوى 12 4 ديجيت، 4 ديجيت هيكسا. ليه 4 ديجيت هيكسا؟ لان انا الورد لينس بتاعي كام؟ 16. كل ديجيت هيكسا كام؟ 4. هنا لو هبين له في المثال بتاعي القيمة كام يا جماعة هنا؟ 4. لا أنا خدت خلاص بقى، ما أنا خدت ده خلاص. خدنا ده خلاص اللي هو 0000 خدناه مش كده؟ عرفنا منه إن أنا دايركت أدريسنج، وعرفت منه إن أنا ميموري ريفرنس لأمر اسمه آل. أمر اسمه إيه يا جماعة؟ آل. فاضل إن أنا عايز أجيب الأوفرلود بتاعي، أصبح إن المتبقي اللي هو 4 3 2 هيكسا اللي هو من البيت كام؟ زيرو. البيت كام؟ 11. اللي هو هنا في الميموري بتاعتي الادرس بتاعه 4 3 2 ده، صح الكلام حبايبي؟ اصبح كده المايكرو كمبيوتر بتاعي او البيزك كمبيوتر عارف ان هذا المحتوى ايا كان المحتوى كام هاخده احطه مباشره في الداتا بيس. ده الديكود كده اصبح رقم واحد الهاردوير. تفكر ازاي انت كديزاين؟ تفكر ازاي كهاردوير اهو؟ ما بطلبش منك حاجه ما بشرحهاش على السبورت. بغض تشيك مين الاول؟ دي سبعه. ليه بكام؟ معنى كده ان الارقام بتاع الديكودر بتاعك داخله من كام لكام؟ من 0 0 0 تجيب كام؟ 1 1 0. حد عنده اي اعتراض؟ حد عنده اعتراض؟ يبقى اذا كده انا عرفت من الدي 7 ان هي بتساوي صفر،
عرفت ان انا هيرد عليا يا حبايبي مومن ريفرنس انستراكشن. اول لما يجي لي مومن ريفرنس انستراكشن هيسالني سؤالين، يا ترى انت حضرتك ايه؟ دايركت ولا انت؟ هقوم مايل على مين؟ على البي 15 اللي هي محطوطه في الاي ايه؟ فلاج، اللي هي محطوطه في الايه؟ الاي فلاج اللي هي فري فلوب. لو لقيتها سيت معناها ان انا دايركت، لو لقيتها ريسيت معناها بتاع الاي بيساوي كام؟ يبقى انا معناها ان انا ايه؟ مومري ريفرنس دايركت ادريسنج. معناها ان انا ايه يا حبايبي؟ مومري ريفرنس فلاج دايركت ادريسنج. يبقى معناها ايه دايركت ادريسنج يا اساتذه؟ معناها ان الادرس ده افكتيف ادرس، يعني معناها ان المحتوى ده هو او الادرس ده بيشاور على الاوفر محتوى الميموري لوكيشن اللي بيناظر الاوفر اند اللي انا عايزه او واخده حاطه فين حته يا جماعه في الداتا ريجستر، حاطه فين في الداتا ريجستر. وصل يا شباب؟ طب ماذا يا دكتور لو لقيت الاي اتسوح؟ بمثال الاي بيسوح، بس ده اللي مش موجود دلوقتي، ده اللي مش موجود ايه يا جماعه دلوقتي. اف اي از ايكوال 1 معناها ان انا دايركت ولا اندايركت؟ يبقى خد بالك في تو كونديشن عشان نبقى بنيجي نعرف هنعمل كنترول سيجنال ازاي مع التايمنج ازاي. انا اديت عند كام يا جماعه؟ اتنين. اول حاجه بتشيك عليها دي 7 كومبلمنت. نرجع بقى نجيب اللوجيك وحلاوه ايامها وجمالها وقعدت وقعدتين، واخد بالك؟ مش احنا قلنا اول شرط في الميموري ريفرنس ان دي 7 تساوي كام؟ يبقى دي 0 يبقى اسمها ايه بقى في البرين اكسبريشن؟ دي 7 ايه؟ كومبلمنت. انت شغال دايركت ولا اندايركت يا غالي؟ على حسب. لو كنت بتشغل اندايركت هيبقى دي كومبلمنت اي كومبلمنت. طب لو شغال اندايركت زي ما انا بتكلم دلوقتي تبقى اي بس. فانه زمان عند الاثنين صح كده؟ دي اللي هي كنترول سيجنالز. فاكرين انا طبعا كل الكلام ده هشرحه بالتفصيل، بس انا بفهمك يعني ايه تايمنج اند كنترول ستراكشر. انت عايز تعمل عمليه معينه هتحسها هاردوير ازاي؟ وصلت ولا لسه يا جماعه؟ فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني السيجنالز دي 7 كومبلمنت اي تي 2 لو ب 1 معناها ان انا في مرحله الديكود، والديكود بتاعي في مرحله كنت ميموري ريفرنس اندايركت ادريسنج. وصل ولا مش وصل؟ تاني تاني حبيبي انا عايز بقى الكلام ده يتفهم هاردوير او الماشين بتاعتي تحسها، تحسها ازاي؟ بسيجنالز صح؟ الكونديشنز بتاعتي واحد عشان اكون ميموري ريفرنس لازم الدي 7 تبقى بكام؟ بولين اكسبريشن يعني معناها ايه؟ دي 7 كومبلمنت. يعني بمعنى اقدر هاخد الاوتبوت بتاع الديكودر ده ادخله على الانفرتر اندد مع الفليب فلوب اي يا جماعه صح كده؟ اللي هي الايه؟ الاي. لو زيرو معناها حاجه، لو اندايركت معناها حاجه ايه؟ صح كلام؟ لو انا اندايركت يبقى الاي بيساوي 1، لو انا دايركت يبقى الاي بيساوي كام؟ انا في المثال بتاعي شغال في الدايركت ولا في الاندايركت؟ يبقى هاخد الاوتبوت بتاعتي فليب فلوب. الفليب فلوب بتاعتي هتبقى يا ست يا ست على حسب الانبوتس بتاعتي. الانبوتس بتاعتي اللي هو داخل من خلال البي 15 خلال ايه؟ عندي تايمنج اسمه تيتا نت صح الكلام؟ لو الاوتبوت ده اهو بيساوي 1 لسه ما كلمتش عن تي 2 انا بتكلم دلوقتي تي 2 بس انا اسف استنى. لو الاوتبوت ده لوجيك 1 معناها خلاص محتاج مش محتاج. انا بتكلم انتوا فاهمين دلوقتي لفظي اللي انا قلته هنا بعينيك وبالمنتاليتي بتاعتك، بس الماشين بتاعها دي لازم تفهم. انت لو قلت انا لو سالتك دلوقتي الوضع ده ايه هتقول لي رقم 1 انا واقع ما بين 0 ل 6 يبقى انا على طول ميموري ريفرنس. 2 رحت بصيت على الاي لقيتها ب 0 يبقى انا كده ميموري ريفرنس دايركت ادريسنج. طب الكلام ده هتعرفه الهاردوير ازاي؟
يبقى لازم يكون في بولن اكسبريشن. انا بمثل لك دلوقتي البولن اكسبريشن اللي تناظر ميموري ريفرنس دايركت ادريسنج. الدايركت ادريسنج في الميموري ريفرنس الدايركت ادريسنج معناها ان الاي بت لازم تكون ست جوه. صح كلام؟ صح كلام يا رجاله؟ الديكودنج هيحصل عندي تايمنج تي 2، واخد بالك؟ يعني تي 2 كلوك 1 مش كده؟ مع اوبوت بتاع الديكودر دي 7 يكون كام؟ بزيد. يبقى اذا لو انا بتكلم على البولين اكسبريشن بدات توصل دلوقتي المعنى؟ دي 7 كومبلمنت اي تي 2. افهم من كده ايه؟ دي 7 كومبلمنت معناها ان الدي 7 بيساوي 0، معناها ان انا ميموري ريفرنس اي بيساوي 1، معناها ان انا اندايركت ادريسنج. صح؟ تي 2 معناها الزمن البادئ بدايه الايه يا جماعه؟ عمليه الايه يا جماعه؟ وصلت رجاله ولا لسه برضه؟ ده معنى كلمه الحته بتاعت الايه؟ بنتكلم في الاورجنايزيشن بكلمك عن مفهوم التايمنج اند كنترول ستراكشر. احنا فهمنا الحته بتاعت الانترنال ريجسترز، فهمنا ازاي جبنا الليله دي كلها ازاي بالاحجام دي كلها منين وارتبطها ليه بالموضوع. عمليه التايمنج بدانا نتكلم في التايمنج مع مزيد من التفاصيل بس لسه بتكلم دلوقتي في الانترنال. طيب ماذا لو كنت اندايركت ادريسنج؟ بصوا معايا، هذا الميموري وهذا اللوكيشن اللي بشاور عليه ب 4 3 2 اتش. ما تنساش ان هنا من الاي بي كام يا رجال؟ بواحد. معناها ايه يا جماعه؟ رد عليا يا جاليين. بعد دي هناخد البريك بس عشان نفهم بس دي هنقول ايه يا جماعه؟ اندايركت. معناها ايه اندايركت ادريسنج؟ يا حبيبي يا غالي، الادرس اللي انا بديهولك ده مش الافكتيف ادرس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك هتروح على الميموري لوكيشن هتلاقي في 100 مثال رقمي دلوقتي. هتلاقي بس وليكن في 9 2 اي. طبعا هنا ده 16 بت يا ريس. كده بالشكل ده. السؤال اللي الواد محمد النكار ده كان بيكلمني عنه. بيقول لي دلوقتي يا دكتور الميموري لوكيشن في اول المحاضرة كان بيقول لي 16. يعني الداتا باس هيكون 16. حضرتك بتقول ان الادرس ريجستر 12 والبروجرام كونتر 12 في 4 بت هيروحوا فين؟ عشان تسال الاستاذ محمد قلت له خليها لوقتها. تعالى لوقتها. ايه اللي هيحصل؟ انا عندي هنا كام لوكيشن يا حبايبي؟ 16. ايا كان هنا بلاش زيرو عشان عايز يقول ايه؟ وليكن كل اللي هيحصل ان البروجرام كونتر او الادرس ريجستر